محمد سافرنا من عفيف إلى القصيم، وفي الطريق حان وقت صلاة الظهر، وأردنا أن نجمع الظهر مع العصر، علما أن على يقين بأننا سنصل العصر، سنكون وقت العصر في القصيم، فهل يصح الجمع؟ وأنتم من أهل القصيم ولا من أهل العفيف؟ من أهل العفيف. لا بأس أن تجمع، حتى لو علمتم أنكم تصلون إلى القصيم، لأن القصيم ليس بلدكم. بل حتى لو رجعتم مثلا وجاء وقت الصلاة صلاة الظهر وأردتم أن تجمعوا إليه العصر، وأنتم تعلمون أنكم ستصلون إلى بلدكم قبل العصر فلا بأس. لكن في هذه الحال، يعني إذا كنت تعلم أنك ستصل إلى بلدك قبل دخول وقت الثانية، الأفضل ألا تجمع. لكن لو جمعت فلا بأس. حتى ولو كنت تصل إلى القصيم، لأنه ليس بلدك. نعم.